السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخيرات والمسرات. لقاء الشباب لقاء جميل جدا، وكثير من الأسئلة للأسف أنها يعني بعض الناس يقول لك احنا ما لقينا جواب لها، وبعض الأسئلة مهمة جدا للأسف احنا نعمل بهذا الشيء. حتى بعض الأخوات ارسلوا لي قالوا والله يا شيخ احنا إذا ردنا تفريج كربة أو تفريج هم نتعمد نقرأ بعض سور القرآن بنية تفريج كربة، يعني بقرأ 40 مرة بنية الله يرزقني زوج أو يحقق لي أمنية أو إن الله تعالى يفرج الهم. قدمت معاملة تروح تركض البيت وتقرأ سورة معينة 40 مرة، إيش معنى 40 مرة؟ 30 ما يجزي. تخصيص العدد المعين هذا غير صحيح. القرآن كله خير، أدعو الله تعالى أعمل أعمال صالحة وأتقرب الله تعالى بالأعمال الصالحة. اللهم كنت تعلم أن بر بوالدتي خالص لوجهك الكريم ففرج عني ما أنا فيه، اللهم كنت تعلم أن صيامي خالص لوجهك الكريم ففرج عني ما أنا فيه، تقرب بالأعمال الصالحة، التوسل بالأعمال الصالحة يجو. وهذا ما يسمى التوسل المشروع، التوسل المشروع أن يتوسل بالأعمال الصالحة. أنت أعلم شخص بنفسك، صح؟ أنت تدري أنك مقصر وفي أمر أنت مسويه لوجه الله تعالى، والله يعلم نيتك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الله يعلم نيتك، حبك لأمك ولوالديك وكذا يعني تتقرب بالأعمال الصالحة، اللهم كنت تعلم. ترى الله يحب الدعاء، يحب التذلل، أنك تتذلل له عز وجل. هذا من كمان التذلل لله تعالى، أمر عظيم، يدعوننا رغبا ورهبا. في رغبة أبي من الله تعالى شيء، الجنة ورضاه وجنته والخير الموجود، وأخشى عقابه. اللهم كنت تعلم أن بر بأمي وقضى حاجتي لها، ولا حبي لها لعيالي وسعي لهم خالص الوجه الكريم ففرج عني ما أنا فيه. يا رب أنت تعلم أني أنا سوي شيء هذا لوجهك، ما بي رياء ولا سمعة. تتقرب لله تعالى بالأعمال الصالحة، والله ما في أعظم من لذة الدعاء ولذة التذلل لله تعالى لما تنكسر بين يدي الله تعالى. يلي أنت سويت أمور وتعلم الأمور اللي سويت والملائكة شافتك من معصية ولا من أمور ولا من قطيعة رحم ولا أمور كثيرة جدا، أنت تسوي شيء هذا والله يراك عادي عندك، الآن تنكسر وتتذلل لله تعالى. يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم. يقول الشيخ بن عثيمين هذا اسم الله الأعظم، يا حي يا قيوم، يا رب غلقت الأباب إلا بابك. تذلل لله تعالى، أرو الله تعالى منفسكم خيرا، انكسر بين يديه وأبشر بالإجابة. أما يجيب المضطر إذا دعا، يا رب أنا مضطر، تقول في قرآنك أما يجيب المضطر وأنا مضطر بين يديك. توسل بالعمل الصالح، ادعو الله بالعمل الصالح، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يا قاضي الحاجات، مجيب الدعوات، بيده الأمر، بأي دعاء أنت تقوله ملازم أنك تقرأ من كتيب شيء من قلبك طالع، وأبشر بتفرج كربة. انتهى، ليش لف الدوران؟ أقرأ البقرة 40 مرة، أقرأ سورة كذا 30 مرة، وأقرأ كذا، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، يأتي بها الله. واحد يعني أمس جلست معه في الدمام، شفت مقطع بعد عنده يقول لا، واحد صارت له قصة، يستشهدون بقصص، واحدة قالت يأتي بها الله إن الله في خبي، قالت يمكن 40 مرة الله فرج كربتها. يعني شلون؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم براءة عائشة تأخرت، وفي أمور صارت في حياته وتأخرت الإجابة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ورفع وبلغ برفع يدي حتى سقط رداءه، حتى الصديق يقول هون عليك يا رسول الله، اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، يدعو الله تعالى. ما قال اتي بها الله، ان الله لطيف خبير، اتي بها. ايش ما خصصت الايه هذه؟ انا ادري بعض الناس يقول فيها حرام، قران كله خير. انت قلت قران كله خير، لكن تخصص ايات بنيه معينه هذا الفعل خلاف السنه. ديننا لا نلعب فيه، نقطع ايات ونقول يا جماعه خلاص شلون الايه هذه سووا كذا. ديننا كامل، الرسول علمنا طريقه تفريج الكربات، طريقتها معروفه، استغفار دعاء وهكذا. اما بنيه معينه، ولازم نعرف أن الأصل في العبادة المنع، أي شيء بتسوي عبادة ممنوع تسوي إلا بدليل، إلا بطريقة، إلا يكون أمامك الرسول صلى الله عليه وسلم مشى عليها. الطريقة تمشي على خطى من مو على خطاك، تكاد تألف شيء جديد وتألفين شيء جديد، عادي بدعة حسنة، دي ما في بدعة حسنة، كل بدعة ضلال، كل ضلال في النار. حتى الاحتفال بمولد هذا يوم وفاته، بالإجماع يوم وفاته، وإحنا نروح نحتفل بيوم وفاته مستانسين، والله لو قاف عندنا ولا الناس يسوون عندنا مو مقياس يسوون. إحنا شيء هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، تخصيص صور معينة تفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، احتفال بمولد فعل الصحابة. ديننا كامل، افهموا دين، اخذ دين تقليدي، كل واحد سوى شيء روح نقلده. انا بس فقط ادعو الناس الى الاعتصام بالكتاب والسنة، ادعو الناس الى الرجوع الى الدليل. واحد يقول سوى كذا، قول الدليل، احنا اللي بنريحكم عشان ترتاح، ليش تتعب عمرك وما راح يستوي شيء على ما يقولون.
قدوتنا في ديننا النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قالت عليكم سنتي، وقال وإياكم محدثات الأمور. تمسك السنة ولا تزيد. احنا رحنا زدنا وألفنا بعض الأمور، أزيد يعني بالإحداث والبدع، أزيد في السنة، أعمل السنة مرة مرتين ثلاث، أبشر بالأجر. صل الضحى أكثر من ركعة، صل قيام الليل، ادعو الله بالليل قبل تنام، مثل ما تلعب سناب وتشكتك بالتليفون اقعد بالليل وادعو الله، وادعو الله في السجود، الله يستجيب دعائك. ومن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكر الله، عسى ربي يفرج همومكم ويسر أموركم، بالتوفيق إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله. مثل ما توقعت، للأسف بعض الناس فهموا الكلام غلط. أنا قلت تخصيص صور معينة لقضاء حاجة معينة. ناس يقولون طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن سورة تبارك الملك تنجي من عذاب القبر، إيه فيها دليل، هذه فيها دليل. سورة طيب البقرة مو تمنع من السحر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخذوها بركة، تركوها حسرة، ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة. بس أنا خصص أطلع أنا حديث من عندي، إذا قرأتم سورة كذا كذا يعني الله بيسر لك أمرك، يفرج لك الشيء اللي تبيه، يأتي بها الله، تقرأها أكثر من مرة. يعني هذه الأمور اللي إحنا نحدثها. سورة ياسين يعني من قرأها الله يأمن مع عذاب القبر. أولا أحاديث ياسين كلها ضعيفة، كل أحاديث ياسين التي وردت يقول الشيخ ابن عثيمين كلها ضعيفة، وإن صحت تكون قبل الوفاة. إحنا ما نبي نكلف على الناس، ما نبي ناس تتشدد، ما نبي ناس تكلف عليكم أمور ما أنزلها بهم السلطان. تمسك بالسنة، بسنا بدع، آخر الزمان بدع بدع بدع. سورة وراح أنزل لكم الآن بوست منتشر وأنا تكلمت عنه لما كنت بأمريكا أذكرها، قلت يا جماعة هذه بدع. شوف مثال يقولك اللي عنده مشكلة زوجية يقرأ سورة المزمل، إذا واحد يبي ذرية يقرأ سورة الأنبياء، عليك ديون، إيه والله الناس طلبوا إسقاط قروض، ليش تروح تسوي مظاهرات؟ أقرأ سورة العاديات، الله تعالى يسقط عنك دينك، ما يحتاج تكيش قرضك، أقرأ سورة العاديات. بدع. اسمع لا تقول الناس اللي يبي الله يرزقه يقرأ سورة الواقعة فيها رزق عظيم، اللي ما تزوج عزابي يقرأ سورة الحج واطلب الزواج من الله تعالى، الله يسر أموركم. طبعا هم قالوا الناس تطرد وسوسة، يمكن يكون صح. البقرة نعم، اللي يبي التواضع، واحد متكبر مدير يقول أقرأ البقرة، يقول البقرة تجعل الإنسان متواضعا. سورة يوسف، الأخوة اللي دامون في السجن المركزي عطوا سورة يوسف، الله تعالى يفرج عنهم، يصير عندهم عفو أميري. في ناس تصدق، في ناس تصدق، بأرسلها لكم الآن. كذلك يقولون مريم اللي ما حملت تقرأ سورة مريم، واضح تسهيل. واللي واحدة عندها ولادة تبي الله يسهلها ولادتها تقرأ سورة مريم، ردوا عليها بالمقطع الثاني أو بالبوست هذا، قالوا لا، اللي تبي الحمال تقرأ سورة مريم، واللي ما ولدت وتعسرت الولادة وإذا العشارة عطلت يعني، والمرأة ما ولدت والطلق ما جاها طلق صناعي، لا، أقرأ سورة الانشقاق. إذا قرأت سورة الانشقاق الولادة على طول، ما يحتاج طلق صناعي، ما يحتاج يعني إبرة الظهر هذا عند الحريم، ما يحتاج شفط، ما يحتاج الانشقاق، ترى فيها زين. كذلك يقولون الولد إذا كان مزعج وما ينام بالليل ما يحتاج تعطونه ماي غريب وتعطونه بلدون نايت، لا، أقرأ سورة الغاشية. شوف الكذب والتأليف، والله موجود وراح أوريها لكم الآن. واللي منكم ينسى واجد والممر عنده سيء، ليش يحجم؟ ليش يروح يسوي تمارين ما تمارين؟ أقرأ سورة الضحى، الممري عندك يحفظ كل شيء وتصير ذاكر عندك صح. فورمات حق المعلومات القديمة، أقرأ الضحى تعالج النسيان. بالله عليكم، بالله عليكم، هذا ما هو عبث في الدين، هذا ما هو كذب على الدين. لو المصيبة شوش كاتبين جاب العيد، يقولك انشرها صدقة جارية، لا والله إثم ووزر وكذب على دين محمد عليه الصلاة والسلام. شيء يضحك، اللي عنده مشكلة زوجية يقرأ سورة المزمل، ما تروح محكمة ولا تروح عند إصلاح أسري ولا تجي عند استشارات الشرعية ولا تجينا مركز مودة، أقرأ سورة المزمل، بس نكذب. وسامحوني خواتي وبناتي وأمهاتنا، بعض الحريم هم من ينشر هذا الشيء، بعض الحريم صدقوا هذا الشيء. واحد يقول طيب أنا مرة قرأت والله يسر لي أمري، وأنا مرة ولو وافق هذا الشيء، بس هذا كذب على دين محمد عليه السلام. خرافات، والله خرافات وكذب على دين محمد عليه السلام.